بعدك على عيني الحب مسخرني والشوق بيكويني. عمي سامي حبيب قلبي وحشني وحشني جدا. ايه يا مرتضى يا اخي؟ ده انا ما صدقتش يا راجل ان انت عايز تشوفني. ايه يا جيمي؟ ما تسالش بنفسك، ده انت حبيبي. المهم انا عايز منك خدمه. اه ما هو المعامله الحلوه دي اكيد وراها حاجه. قول يا سيدي. بيني وبينك الدنيا مقفله معايا هنا قوي ومش لاقي نفسي خالص، فقلت لنفسي يا مرتضى انت ايه اللي مقعدك في الحته دي؟ تحب نقوم نمشي؟ لا لا مش قصدي، مش قصدي المكان ده تحديدا، قصدي البلد عموما. فقلت مسافر بره واكيد ربنا هيكرمني هناك، وقلت ما حدش هيسعفني في الحوار ده غير حبيب قلبي جيمي. اه وعايز تسافر فين؟ اسكتلندا. اسكت ايه؟ اسكتلندا. اسكتلندا ايه يا عم؟ سافر الخليج. بص كل المصريين بيفكروا كده، سافر الخليج، اسافر ايطاليا، لكن عمر ما حد قال اسافر اسكتلندا، فهبقى انا المصري الوحيد اللي هناك وهيبقى الطلب عليا كده. تصدق عجبتني فكرتك، بس الحوار ده هيكلفك فلوس كتير. يكلف زي ما يكلف. هيكلف كام يعني؟ الفيزا لوحدها هتتكلف دراع ونص. ايه يا جيمي ده؟ انت بتتاجر في الاعضاء ولا ايه؟ اعضاء ايه يا عم؟ يعني 1500. باك ونص بس، ده كتير قوي يا جيمي، يعني 5 صوابع حلوين. ايه 5 صوابع دي؟ معرفش، انا قلت فاصل وخلاص. خلاص يا جيمي اعتبر الدراع ونص في ايدك. ما كانش يومك يا حبيبي. في ايه؟ في ايه يا بتاع خضتيني؟ الحقني الحقني يا عمران الحقني. مرتضى. ماله مرتضى؟ مات. لا بعد الشر عليه زي القرد جوه. يا حظنا. امال في ايه بس؟ طلع بيقول لي انه هيسافر. هيسافر؟ هيسافر فين؟ صباح الفل يا خالي. صباح النور يا اخويا. ايه اللي انت عامله ده؟ انت اشتغلت فرقه حصب الله ولا ايه؟ حصب الله ايه يا خالي؟ ده لبس مدرسه الارمان التجريبيه. ارمان التجريبيه بنات؟ بذمتك انت مش مكسوف من نفسك؟ في يا خالي؟ ده لبس اسكتلندي. اسكتلندي؟ دول خواجات يلبسوا اللي هم عايزين يلبسوه. حرام عليك هتموت امك. انا مش فاهم هي قلبها مناحه ليه؟ ياما انا اروح اسكتلندا اقعد لي سنه ولا اتنين اعمل لي قرشين حلوين وارجع. انت عايز تسافر وتسيبها؟ حرام عليك، دي تموت فيها. انت مش شايف عينيها اتهرت من كتر البوكه ليه؟ انا ما بعيطش عشان هيسيبني لوحدي. امال بتعيط ليه؟ عشان لحف مني الالف ونص اللي كنت هجيب بيهم الميكروويف. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي انت ايه اللي جايبك ورايا في كل مكان كده ورايا؟ انت لازقالي. هكون جايه ليه يعني؟ انا جايه اقدم في البرنامج. كمتسابقه يعني؟ لا كفنانه موهوبه. موهوبه؟ موهوبه ازاي؟ من انهي ناحيه؟ بلبله كلمتك؟ انا بلبله كلمتني قالت لي انقذيني ارجوك يا غدغود، البرنامج كله كومبارسات، لازم حاجه تعلي كده وتعملي الادوار وتتالقي وتتنعنشي كده. الاستاذه نبيله عبيد كلمتك انت؟ ايوه. كلمتك ازاي يعني؟ كلمتني لانها انتمتي وصاحبتي من ايام فيلم الوحل والتخشبه واغتصاب مدرسه. اسمه اغتيال مدرسه يا جهله. ويا ترى جايه النهارده بقى تعملي دور ايه؟ الراقصه والسياسي ولا الراقصه والطبار؟ قضيه سميحه بدران. ايه؟ قضيه سميحه بدران ازاي بلبسك ده؟ بطريقتي انا متالقه ومتجدده ولازم الفنان يأدي مهما كان لابس. انت هتموتي من الاستراس اللي انا لابساه. ليه يا حبيبه قلبي؟ الاستراس اللي انت لابساه ده ما يجيش ربع اللون الريد اللي انا لابساه. الاحمر ده معروف بيخطف الكاميرا كده، وانا مش محتاجه اصلا لاي الوان تخطف الكاميرا، انا بادائي ابهر اي حد. اداء ايه يا ام اداء؟ انت مش شايفه نفسك؟ ده انت هتبقي بره الكادر ان شاء الله. بس 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 بليز ما تقوليش لحد انك تعرفيني اصلا، ما تقفيش تتكلمي معايا. حد جه جنبك؟ انت اللي جايه تتلزقي في كل حاجه كده. اوف. يا حبيبي ده لبس اسكتلندي، ده لبس اسكتلندي. والنبي يا حاج ماشي العيال دول، والنبي والنبي ماشي. وريا وريا ليه؟ وانا مجنون ولا ايه يا ست مالك؟ والولاد لا ده امشي يا لعينة امشي. يا عم جيمي امسك، ادي الفلوس وادي الباسبور. ايه ده؟ انت مين؟ يلا هتقوم من هنا. يا في عم جيمي انا مرتضى. يا ابن اللذينه، تصدق يا ابني ما عرفتكش. طب كويس، يعني بقى شكل اسكتلندي حلو.
المهم انا عايزك تنجزني في اسرع وقت، انا مش هينفع اقعد بالجيبات اكتر من كده. بقول لك ايه، بكره الصبح ان شاء الله الباسبور والفيزا راشقه فيه كمان. ماشي دلوقتي بقى صفي حسابي. مين عايز ابو جيبه؟ خد يا ولا انيسه منين؟ جاسوي لبناز. ايوه منين يعني؟ حياتي قلت لك من لبنان. طب معلش يعني في السؤال، هو بابا حضرتك سابك تخرجي في الشارع المصري كده ولا انت هربانه ولا ايه؟ هربانه للشوب تيابي منه عاجبك. والله اللي انت لابساه ده انا ما اقدرش اقعد بيه في البيت حتى وانا لوحدي. والله ده شي بيخصني. بالمصري كده خليكي بحالك. ليه انت حالك؟ الو. ايوه مرتدله. بقول لك ايه، انا عايزاك تيجي تساعدني هنا في التست في البرنامج، انا عايزه اتفوق عليهم كلهم، فعايزاك تمثل معايا في المشهد. اصلهم كلهم نجوم يعني، مش عارفه في ايه. شكرا يا مرتدله، يلا مستنيك، باي. ربنا يبعت حاجة حلوة. مساء الخير أستاذ عمر، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ منور. اهلا اهلا أستاذة نبيلة. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. هاي ازيك؟ مبسوطة. مبسوطة اني شفتك. مبسوطة. اسم حضرتك ايه؟ الحقيقي ولا الشهرة؟ اللي انت عايزة تقولي. اللي بين البنين. ليه اسامي كتير قوي. والله غادة. طب يا انسة غادة تفضلي، هتقدم لنا ايه؟ انا كنت محضرة مشهد من فيلم رفع العدوية في بداية حياتها قبل ما ربنا يهديها. واضح جدا. واضح جدا. حقيقة. هو الفستان ده طبيعي ولا لا؟ ما انا صارفة ومكلفة، انت عارف بقى شغلانتنا دي لازم الواحد يظهر بمظهر شيك. كنت مفيش مزيكا؟ افندم هترقصي؟ محدش هيساعدني في المشهد؟ انا ممكن اطلع اساعدها. اتفضلي قدمي مشهد، انت قدميه ولا لوحدك؟ لا لوحدي مش هعرف، لا لازم اعمل عشان تعرف بس. ايه يا رمزي؟ ايه يا رمزي؟ اعملي الجزء اللي كانت ماشيه في الصحراء بالليل. ايوه لوحدها من غير ما حدش هيساعدني. ماشي لا. اوكي اتفضلي. واو يا بنتي، ده الجزء الثاني، فين الجزء الاول؟ طب اشوف لك حاجه بقى من الرقصه والسياسي او حاجه. انا حافظه الرقصه بتاعت حضرتك. تجنن تجنن. ورينا. ولا بس لازم مزيكا برضو؟ مفيش مزيكا؟ طب معلش حاولي كده من غير مزيكا. واو ده كانت في مسرح العرايس، دي ما كانش في العراق. خلاص انت عندك ايه كام؟ عندي 12. وانت عندك ايه؟ لا هي تقريبا البنت دي اللي ايوه هي. مساء الخير. مساء النور. الاسم ايه؟ لهفه الحلواني. نعم لهفه الحلواني. طيب يا لهفه هتقدمي لنا ايه؟ والله حضرتك انا بعمل انواع كتير يعني، تراجيدي كوميدي، بمثل كل حاجه، بس انا النهارده محضره مشهد لحضرتك من فيلم حاره برجوين. كويس اتفضلي. يعني انت عندك خبره في التمثيل ولا اول مره النهارده حتى؟ لا انا مثلت قبل كده يعني كذا مره، انا من وانا صغيره وانا في الميديا يعني. حلو. ورثه المهنه، وبابا برضك فنان. مين بابا يا بنتي؟ اسمه الحلواني، هو اشتغل مع حضرتك قبل كده زمان. هو ده والد حضرتك؟ ايوه. ده بابا اصلي فيلمين. لا والله هو دلوقتي خلاص ما بقاش بيشتغل يعني. احسن عقبال. طيب يلا اتفضلي ورينا بقى هتقدمي لنا ايه. ممكن بس اطلب ابن خالتي يجي يساعدني معايا في المشهد، هو يعمل دور استاذ يوسف شعبان وانا هعمل دور حضرتك. طب اتفضلي. مرتدلة. ايوه. ايه ايه اسمه ايه؟ هو اسمه مرتضى بس انا بقول له مرتدلة. دي نبيلة عبيد بجد؟ ايوه. سلم عليها. استاذه نبيلة انا بحبك جدا. اهلا اهلا. بجد والله انا بحبك جدا، حضرتك أهلاً. كان ليكي دور كبير في تكوين شخصيتي. يا اهلا. بجد هو مش شخصيتي انا بس، هو شخصيه جيل بحاله. شكرا. بجد والله شكرا. استاذ. شكرا بس يا رب. اهلا بيك. اسمك ايه؟ اسمي مرتضى، مرتضى التوني. امال هي ناديت لك قالت لك ايه؟ مرتدلة، ما هي بتدلعني عشان استاذ رمزي. استاذ رمزي. ايوه استاذ رمزي. ايه بقى معلش؟ لينر. ايوه صح صح. يعني ايه بقى؟ يعني احمد بالالماني. على فكره احنا كنا مستناك في موجه حاره. صحيح. بس انا كنت بشوفك في الوصايا السبعه. طب يلا ورونا هتقدموا ايه. ماشي. إيه انا هعمل اللي انا بعمل الحركه التشت دي اللي بغسل، وهو هيعمل استاذ يوسف شعبان. يلا اتفضلي. وبعدين يلا قول الكلام. ايوه
انت خلاص كده ما ينفعش يا دينار، لازم يا اختي تشمري الجلابيه لفوق عشان تتحركي براحتك وتدوسي كويس. شمري يا اختي. ما تشمري يا عين امي، خلي الاسطى يعين البضاعه. اتلم يا فوزيه، فتحي مخك. امال يا زينات، ما تخليش ولاد الابلسه دول يشمتوا فيك. شمري يا اختي. كمان كمان نهارنا ابيض. مش خلاص انتهينا من الرجلين؟ ما هو في ايه بعد الرجلين؟ ما هو حضرتك المشهد كده، حضرتك مش فاكراه ولا ايه؟ لا فاكراه كويس قوي. يعني انت مقدماه عشان توريني ايه الرجلين، ولا توريني وشك بيأدي يقول ايه؟ اخترت المشهد ده بالذات عشان هو فيه اكتر تمثيل بالعيون، رياكشنات الوش، تمثيل الاداء بالرجلين. ورينا العيون والتمثيل بالوش. ما انا عملت والله رياكشن، يعني اكيد مش هبقى زي حضرتك في الفيلم يعني. هو كان هو الفيلم كان صامت؟ لا طبعا. انت ايه يا بنتي بتعملي؟ ما انا قلت اختار حاجه مختلفه غير اللي البنات اختارتها يعني. اداء بالرجلين. طيب في اي حاجه تانية ممكن تقدميها لنا بصوت، مونولوج، اي حاجه بتتكلمي فيها؟ انا مش محضره حاجه تانية. ده بطن كريمه اوجع. ما انا مش محضره حاجه تانية للاسف. طب معلش فرصه تانية بقى ان شاء الله. طيب معلش. طيب بالنسبه لنا ولا حاجه برضو؟ لا تعربها. انا ابن خالتها. ولا حاجه. كنت كويس ولا وحش؟ باشا انا حاولت على قد ما اقدر، ما قلتش استاذ شعبان يعني. ده اسمه نجمه العرب يعني ليه؟ خلاص عشان في وراك وفي في في ناس تانية وراكوا. استاذه نبيله معلش انا بجد بجد يعني متاسفه قوي، انا كان نفسي بجد ان انا اخد اللقب بتاع نجمه العرب واعجب حضرتك، بس انا اخترت يعني اختياري ما اسعفنيش. انت ما اخترتيش حاجه خالص، انت اللي اخترتي، ما فيهوش اي تمثيل. كان لازم تختاري مشهد عشان تقدري تورينا قدراتك التمثيليه. روحي ادرسي واشتغلي على نفسك، اشتغلي كويس قوي قوي قوي، ولما تقدمي السنه الجايه برضه مش هاخدك. حضرتك بتتكلمي بجد؟ لا ده مش بجد. مشتي قوي، ربنا يخليكي. انا ان شاء الله لما هاجي لحضرتك السنه الجايه هبقى محضره لك ميكس كده من المشاهد بتاعت حضرتك، مشهد من الراقصه والطبال، على الراقصه والسياسي، على اسايس العشاء، على المراه والسطوه. قول لا ايه ده كله ده؟ على الرابعه العدويه. قول لا. والله بجد يعني هبهر حضرتك باذن الله. يلا اوكي. انا حافظاهم والله، بس خلاص. انا بس اخترت يعني حاجه تبقى مختلفه شويه. هننسى النهارده، ركزي بقى بعد كده. مش متشكره قوي، وانا ليا الشرف ان انا بجد وقفت قدام حضرتك. يلا اجتهدي. يلا مش ممكن اتصور مع حضرتك؟ بس باللبس برضك بتاع حارة برجوين. يلا سلام. باي باي. قمر والله قمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه حجزت التذكرة؟ لا لا. ليه؟ صرفت النظر عن السفرية خلاص. والله؟ خلاص صرفت نظر؟ ايوه هقعد اخدمك بعناية يا حبيبتي. هتقعد خلاص؟ ايوه. ايدك على 1500 بقى. بقولك مش مسافر خلاص. طب انا فرحانه عشان كده، هات بقى ال 1500 بتوعي. ما هو اصل ال اصل ايه؟ انا رحت احجز تذكره الطيران، قالوا لي هات الباسبور، اديتهم الباسبور، قالوا لي نهارك اسود، الفيزا دي مضروبه، راحوا جابوا لي البوليس. طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ انت مصره ما تفهميش ولا ايه؟ فلوسك مع الواد جيم، اول لما اشوفه ان شاء الله ما هاكله باسناني. تاكله؟ ده انا بقى اللي هاكلك باسناني. يا ضايع يا ضايع يا خلفه الندم.